العلاقات المصرية الإفريقية إذن شهدت خلال الفترة الماضية نشاطا كبيرا على المستوى الاقتصادي، بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية ما يقرب من 11 مليار دولار. للمزيد تنضم إلينا من القاهرة دكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. دكتور أماني أهلا بكم. أهلا وسهلا. دكتور أماني، يعني أعلم أنك ستشاركي في رحلة مهمة إلى غانا لإطلاق شعلة التجارة الإفريقية وتفعيل اتفاق التجارة الحرة. كيف تري هذا التحرك المصري تجاه القارة، ونحن حتى اليوم نتحدث عن مرحلة مهمة في تشغيل سد جوليوس نيريري في تنزانيا الذي بني بأيادي مصرية ومتابعة من الرئيس المصري والحكومة المصرية شبه يومية؟ طبعا هو هام جدا دور الريادي لمصر على الساحة الأفريقية وتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة، والتي تسهم في يعني تعزيز أيضا تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. هذا الأسبوع يتزامن مع انطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والتجارة تحتها تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 في يناير. ولهذا فإن هذا الأسبوع 20 يناير تحديدا هو يعني مبادرة اتخذها مجلس الأعمال الأفريقي لإطلاق شعلة التجارة الأفريقية والتوعية بمنطقة التجارة الحرة القارية. أطلقت الشعلة الأفريقية في مصر في الأعوام السابقة يعني من على ضفاف النيل وتحت سفح الهرم، والعام الماضي كان في زامبيا في مع مجلس أعمال الكوميسا، وهذا العام إن شاء الله هتطلق منطقة التجارة الحرة في غانا وبحضور وفد من القطاع الخاص الأفريقي في مؤتمر الرخاء الأفريقي الذي يدعم التجارة البينية بين دول القارة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. كيف تتنوع وتتوزع الاستثمارات المصرية في إفريقيا؟ نتحدث عن رقم معقول جدا، 11 مليار دولار. هو طبعا 11 مليار دولار دي بتتنوع سواء في الطاقة المتجددة وفي في الزراعة في كثير من القطاعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وأيضا إذا رأينا أنه أيضا الميزان التجاري يعني والتجارة البينية بين مصر ودول القارة هي الآن وصلت إلى 8.6 مليار دولار وهي أيضا متنوعة، ولكن لابد من التحفيز وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري للقارة الأفريقية، لأنه إذا رأينا أنه هذه 6.3 بتصدر مصر لدول أفريقية عربية مثل المغرب، الجزائر، السودان، ليبيا، وطبعا كينيا، فلا بد أن يكون هناك تنوع في الأسواق الأفريقية للمنتج المصري. وأيضا تستورد مصر من بعض الدول الأفريقية بما يعني 2.3 مليار دولار، وعلى رأسهم الكونغو الديمقراطية، السودان، كينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، لأنها بتستورد سواء النحاس، سواء الأخشاب، سواء بعض المعادن، التوابل، الشاي، البن، بعض الحاصلات الزراعية. فهذا لابد أن يكون هناك تنوع في الأسواق الأفريقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الأفريقية المصرية طيب اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل هذه الاتفاقية إلى أي مدى سيسهل ويعظم من هذا التعاون دكتور أمان؟ طبعا منطقة التجارة الحرة زي ما احنا كلنا عارفين هي سوق واعد كبير جدا ل 1.3 مليار نسمة وهو الشعوب الأفريقية، ودخل قومي 3.4 تريليون دولار، وهي تطمع أن يكون هناك أكثر من 50 مليون شخص يعني يرتقي به من الفقر المدقع الموجود في القارة الأفريقية. وأيضا أنه يكون هناك هذا السوق يكون بأيدي أفريقية يضيف القيمة إلى المنتج الأفريقي والمواد الخام الأفريقية، بحيث لا يتم تصدير المواد الخام الأفريقية كما يحدث، ولكن إضافة القيمة إليها وصناعة
ولذلك فأجندة الصناعة دائما مرتبطة بأجندة التجارة. لذلك أيضا في المؤتمر الرقائي الأفريقي الذي سيعقد في غانا إن شاء الله في أقرب من 25-27 يناير بحضور أكثر من 7 رؤساء دول وتحت رئيس غانا، يعني الشعار أنه هو إضافة القيمة للمنتج الأفريقي صنع في أفريقيا من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، كنت موجودة معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.